عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. حاجة جميلة أن نقضي وقت مع بعض وناخد وندي ونتعلم ونكتسب خبرة جديدة لبعضنا، جديدة قوي، ولبعضنا يمكن سمع جزء كبير منها قبل كده بصورة أو بأخرى، لكن ده وقت غني وثمين أننا نسمع بعض ونتفرج مع بعض، بالذات في الحلقات دي وإحنا بنتكلم عن العلاقات الزوجية. وكل اللي معانا هنا عرايس متجوزين وجمال وحلوين ومتفاوتة الأعمار اللي ارتبطوا فيها مع بعض، لما نكتشف أننا نتعلم حاجات مشتركة وخبرتنا مشتركة. اللي فشلنا فيه فشلنا فيه مع بعض لأنه ما بينفعش، واللي نجحنا فيه عرفنا ننجح فيه مع بعض لأنه حقيقي، لأن دي كلمة ربنا، لأن ده الحق، لأن ده اللي قاله ربنا، لأن ده التصميم الإلهي، ده اللي سميناه الإيه؟ الكتالوج. الكتالوج اللي عمل الزواج عمل له الكتالوج بتاعه، اللي عمل الحاجة عمل له الطريقة اللي بتشتغل بيها. دوري ودورك إني أكتشفها، إني أقرأ الكتالوج كويس. إحنا بنتعلم بالخطأ، نجرب نجرب لغاية لما حاجة تنفع يبقى ده الصح. بس مشكلة في العلاقات الزوجية إن اللي بجرب فيه ده بني آدم وجنين اسمه الزواج. اتفقنا العلاقة الزوجية هي الجنين الأول، كائن حي. كل ما بقرأ بدري الكتالوج وعمله باي ذا بوك كما هو مكتوب، كل ما بختبر نجاح وسعادة، وكل ما بشوف إنه المكنة دي بتشتغل، إن الحياة دي حقيقية، إن النتائج دي مضمونة لو عملتها طبقا للإيه؟ للكتالوج. في الرحلة بتاعتنا في العلاقات الزوجية اتكلمنا عن مقدمة عامة وسميناها الفصل الأول، وبعدين اتكلمنا عن قوانين الزواج الأربعة، وبعدين اتكلمنا عن فهم الآخر، وبناء عن فهم الآخر اتكلمنا الفصل الرابع كان التأقلم، التجانس. هعمل ايه بالاختلافات مش الخلافات اللي اكتشفتها؟ هعمل ايه؟ ازاي نركب في بعض؟ ازاي ننسجم؟ ازاي نتوافق؟ الاثنين دول اللي جايين من كوكبين مختلفين، بنشأتين مختلفتين، بشخصيتين مختلفتين، باحتياجين مختلفين، بأدوار مختلفين، ازاي نركب ده في بعضه؟ ده كانت الرحلة اللي فاتت ديت مع بعضنا، التوافق والتجانس. طيب ركبنا الحاجات دي في بعض، هنعمل ايه؟ تعالوا بينا بقى نمارس العلاقة الزوجية. الفصل الخامس هو مهارات أساسية في الزواج، أو بعبارة أخرى مجالات أساسية في الزواج. الزواج ده بيمارس في إيه؟ بيمارس في خمس قطاعات أساسية المرسومة أمام حضراتكم ديت، ورسمناها بطريقة معينة ليها علاقة ببعضها عشان نربطها ببعضها. هدف الصور دي إن أحتفظ بيها في ذهني. الباوربوينت ده متاح، حضرتك تقدر تاخده قبل ما تمشي، وحضرتك وانت بتسمعني على الساتلايت ولا على الانترنت تقدر تروح للسايت بتاعنا والداونلود وتاخد الباوربوينت ده وتحتفظ بالصور دي وبالدياجرامز دي، هتفكرك بالنقط اللي قلناها وهتفكرك بالصور اللي انا عايزك تحتفظ بيها في ذهنك. تقدر تداونلود الفيديوهات دي اللي هتفكرك برضو بالمواقف الجميلة والساخرة لكن اللي بتقول الحقيقة بطريقة مرئية ومنظورة. ايه المجالات الخمسة اللي هنطبق فيها التوافق والانسجام بتاعنا؟ قلب التوافق والانسجام، قلب الممارسة دي هي التواصل، الكلمة المشهورة بالانجليزي communication. ازاي نتواصل تواصل جيد؟ مهارة التواصل، حرفة التواصل، فن التواصل. ده بيعلموه في الجامعات، ده ممكن يبقى ميجر من الميجرز بتاعتك. ده الماس كوميونيكيشن، ازاي بوصل المعلومة للآخرين. مهمة جدا بقى في العلاقة الزوجية، لان احنا اتنين عايزين نبقى ايه؟ واحد. ازاي نتواصل مع بعض اتنين واحد، صح كده؟ في مهارة، في قوانين لهذا التواصل نتعلمها. بمارس التواصل ده فين؟ في العلاقة اللي بيننا وبين بعض، لكن في اربع قطاعات كبيرة، مش كده؟ مع الأشياء المادية، المال والممتلكات وإدارة شؤون الحياة، سميناه المال. في
العائلة وعلاقاتنا العائلية الكبيرة والصغيرة والعلاقة مع الجدود والعلاقة مع الكازنز والآخر، وأهمها طبعا الحما والحماة، مظبوط كده؟ هنتكلم عنها. بنمارس هذا التفاهم في العلاقة الجنسية، العلاقة الحميمة المقدسة اللي ربنا أعطانا إياها، وهي واحدة من أكبر المشاكل الزوجية، وسرها إن مفيش تواصل. لو في تواصل مظبوط هقدر أعمل ده صح، لو في تواصل مظبوط هنقدر نحل مشاكلنا المالية صح، لو في تواصل مظبوط هنقدر نتفاهم مع العائلة صح، لو في تواصل مظبوط هنعرف نتعامل مع الأطفال ونربيهم تربية صح. واضحة اللي أنا عايز أقول؟ لكن لكل واحدة منها قوانينها التانية، فهناخد في الأربع حاجات دول قوانين، لكن هنبتدي بالإيه؟ بالهب، هنبتدي بالمنطقة اللي في النص دي اللي هي فن ومهارة التواصل. واضحة الحكاية دي؟ ودي أطول واحدة طبعا، تربية الأطفال طويلة قوي، فمش هناخدها في السيمينار ده، هنعمل لها سيمينار إيه لوحده. فاحنا فضلنا أربع حاجات، لأن نمرة خمسة تربية الأطفال دي 12 حلقة لوحدهم، ربنا يقدرنا 12 أو 15 على حسب ما ربنا هيقدرنا، فهناخدها في الدراسة اللي بعدها، إزاي نتعامل مع أطفال في ضوء كل اللي إحنا درسناه دوت. واضح هنعمل إيه؟ طيب، يبقى ندخل لقضية اسمها التواصل، communication، التواصل الجيد. التواصل الجيد ده في غاية الأهمية زي ما قلت، ليه؟ لأن هو الوسيلة لممارسة العلاقة مع الآخر، الطريقة اللي بنمارس بيها الحب اللي بيننا وبين بعض، الطريقة اللي بنتكلم بيها مع بعض، الطريقة اللي بنوصل المعلومات بيها لبعض، الانفورميشن، الطريقة اللي بنوصل بيها المشاعر لبعض، الطريقة اللي بنتفاهم بيها عشان ناخد القرارات في حياتنا في الأربع مجالات التانية، مظبوط؟ الطريقة اللي فيها بنستمتع ببعض وبنبني هذا البيت بناء مبني على السعادة والتفاهم، الطريقة اللي بنصحح بيها أخطائنا وبنعالج بيها إيه مشاكلنا. آخر فصل هيبقى المشكلات الزوجية وإزاي علاجها. لو ما عندناش تواصل بيننا من بعض، لا هنعرف نكتشف المشكلة ولا هنعرف نعمل إيه نعالجها. فهو سر هائم مهم جدا جدا في العلاقة الزوجية، التواصل الجيد، فن التواصل، لأنه مرتبط بكل السطور اللي احنا قلناها ديت. بكل أسف بنتجوز وبنتعامل مع بعض واحنا ما تعلمناش اللغة دي، اللغة الجميلة دي اسمها good communication، ما تعلمناهاش، فبنبصل المعلومات بتوصل غلط أو بتستقبل من الناحية التانية إيه؟ غلط. فبدل ما ببني بعمل ايه؟ بهد. بدل ما بنتفاهم بنتخانق. بدل ما نوصل لقرار بتتحول الى معركة كلامية. فبنبطل نعمل ايه؟ نبطل نتواصل. اكيد مش ده العلاج. اكيد الاسهل ان انا اتعلم فن التواصل. اسمحوا لي نتفرج على فيديو صغير كده برضو ينشط ذاكرتنا، وبعدين نرجع نحكي في القضية ديت. ألو، أيوة أنا معاك، دي شكلها متضايق خالص، قول لي بقى أعمل إيه؟ روح شوفها مالها، اسألها مالك. أوكي، خليك معايا. طيب معاك. مالك؟ مفيش. بتقول مفيش، قول لي بقى أعمل إيه؟ تعبت. إيه اللي أنت عملته ده؟ اسألها مالك باهتمام. مالك باهتمام؟ حاضر هحاول. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ انا تعبانه قوي ومش عارفه اعمل ايه، كله ورا بعضه، الشغل والاولاد وبيت وماما، وكل ده في يوم واحد. يا سلام، بس كده انا هحللك ده في ثانيه واحده بس. بصي بقى، نقول هنا ماما، وهنا الاولاد، وهنا الشغل، وهنا البيت. انت هتجنني، انت بتحمل ايه بس؟ انت فاكرها واحد صاحبك؟ اسمعها، اسمعها وحس بيها، قدر مشاعرها وكلامها. انا اسف يا حبيبتي، سيبك خالص من الكلام ده، انسي كل اللي فات وانسي الورقة والقلم، قوليلي بقى مالك، انا هسمعك للآخر.
انا كنت بقولك اني تعبانه قوي واليوم بقى مضغوط، الشغل والاولاد وبيت وماما وكل ده في يوم واحد. تعرف نفسي ارتاح، بس انا مبسوطه قوي انك سمعتني. قول لها الجمله دي بقى، لو في اي وقت محتاجه تتكلمي انا هنا موجود دايما علشانك. بصي بقى يا حبيبتي، في اي وقت انت محتاجه تتكلمي انا هنا دايما موجود عشانك. شكرا بجد، انا بحبك قوي. يا في تعليق هنا نسمعه. انا كنت بقول البرشامه دي حاسس انه محتاجينها دايما، لانه لا هنديكوا كل واحد وهو ماشي يسمعها في ودنه على نقول لكم اول باول نعملوا. تعليق تاني. طيب هو فعلا انا دايما بعمل كده، يعني دايما اول ما رشا يبقى عندها اي مشاكل بركز على طول على حل المشكله والاقتراحات، زي ما بعمل في الشغل بالظبط. يعني في الشغل متعود انا طول النهار يقولوا لي في مشكله كذا نعمل ايه، اقول لهم اعملوا 1 2 3. فده تلقائي، وده يمكن مرتبط كمان بحته التاسك اورينتد اللي حضرتك قلت لنا عليها قبل كده، مش بيبل اورينتد، يعني دي في طبيعه الراجل ان دايما بيحاول يحل المشكله. بس يعني خلي بالك بقى، دي مراتك مش كلاينت. ها الحمد لله. تعليق تاني. تفضلي. يعني انا يمكن لو الشخص ده، يعني لو جوزي عمل معايا زي ما الشخص ده بيعمل هحس ان هو حافظ. يعني ويعني غالبا معظم الستات بيعرفوا يميزوا قوي الحفظ من اللي طالع من جوه. صح. فانا حاسه يمكن ما اقبلهاش قوي. يعني لا اكيد مش هيبقى فيه في ودنه حاجه. انت صدقت ان انا لا، هي الفكره بتعبر انه ان احنا يا رجاله بنبقى مش عارفين نعمل ايه، فبنجرب دي فما تنفعش، فبنجرب دي فما تنفعش. انا مش عارف ايه الطريقه اللي اقدر بيها نعرف نتكلم كويس. انا بحلها بطريقتي اللي متعود عليها في الشغل، بس العلاقه الزوجيه محتاجه تواصل من نوع اخر. طيب خلينا ندي كده الاول زي اوتلاين، خطوط عريضه لموضوع التواصل ده، طرق التواصل بشكل عام. النوع الاول اللي هو بنسميه النوع اللفظي، التواصل اللفظي بنسميه verbal communication، التواصل بالكلام. تواصل بالكلام، والتواصل بالكلام ده نوعين، منطوق او مكتوب، وده مهم قوي حكايه المكتوب ده. فاذا التواصل اللفظي نوعين، منطوق ومكتوب. المنطوق خطورته ان مش بس الكلام اللي بقوله، نبره الصوت وايه وعلو الصوت مرتبط بالرساله اللي رايحه. في الكتابه لا في نبره ولا في ايه ولا علو، في كلام بس. طبعا الا لو في رسومات ربنا يستر، ها، لكن يعني لو كلام بس هيخلو من النبره وهيخلو من الصوت علوه. لكن وانا بتكلم نبره صوتي بتقول حاجه زائد الكلام، وعلو صوتي بيقول حاجه زائد الايه زائد الكلام. واضحه الفكره ديت؟ اتفقنا على كده؟ خلي بالكم من الحاجتين دول، وده اللي بيخلي احيانا الكلام المكتوب افضل من الكلام المنطوق في مواقف معينه. لكن طرق التواصل مش بس الكلام، اللسان هو اكتر طريقه للتواصل بكل تاكيد. لكن في طرق تانية للتواصل نسميها غير non-verbal communication اللي بيسميها الإيماءات. الإيماءات، والإيماءات دي بتوصل رسائل كتيرة قوي، زي أسهلهم اللي هي النظرة، مش كده؟ ففي نظرة كده تروح باصص لواحد من فوق لتحت، صح؟ فتبقى خارج مع مراتك وبعدين تبص لها من فوق لتحت، فهي على طول تحصل ايه؟ تتخض، مش عاجبك شكل،
عايز تقول حاجة صح؟ فنظرة قالت كلام ايه؟ كتير. في نظرة مليانة حنية كده ومتسبلة صح؟ بتقول كلام كتير. وفي نظرة كده والحاجة بطالع لفوق كده مش عاجبني اللي بتقوله صح؟ فالعينين بتقول كلام كتير قوي 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 قوي. وده اللي بيخلي احيانا الكتابة احسن ها؟ لان ما فيهاش ايه؟ عينين. فالنظرة بتقول، اللمسة بتقول، اللمسة بتوصل رسائل كتير قوي. في لمسة حنينة صح؟ في لمسة قاسية، في لمسة بتزق، في لمسة بتحضن، في لمسة بتمسح الدمعة، وفي لمسة بتأذي وبتجرح. فاللمس بيوصل كلام كبير قوي، الكلام ما يقدرش ابدا يقوله، ما يقدرش يقوله كلام. الابتسامه، في ابتسامه ساخره صح؟ وفيها اهانه ملهاش حل صح؟ وفي ابتسامه رضا صح؟ ابتسامه رضا واعجاب. وفي الابتسامة ايه الحلاوة دي صح؟ ايه الجمال ده؟ مظبوط؟ مظبوط؟ خلي بالكوا اللي طالع ايه؟ اللي طالع رسائل وبتروح ما بترجع، بتوصل ها؟ بتوصل، بتوصل رسائل، بتوصل وبتتسجل الناحية التانية. في لغة الجسد البودي بيسموها بودي لانجوج، بتكلم وانا ايديا في جيوبي وانا ايديا في وسطي، بتكلم وانا بشوح بايديا، ولا بتكلم بطريقه فيها وداعه. فالجسم بيتكلم في الوعظ والحاجات ديت والمحاضرات والسبيتش، بيعلموا المتكلم لغه البودي لانجوج، لان ده بيوصل رسائل كتيره قوي للناس. كان في وقت من الاوقات كان المحاضر او الواعظ او المتكلم لازم يقف كده وعيب يحرك ايديه وعيب يشوح بايديه، واحنا كانت منطقه الشرق الاوسط ما تعرفش تعمل كده، بتتكلم بايديك وبحواجبك وجسمك كله بيتكلم في وقت واحد. وكان الغربيين يبصوا لنا ايه العالم المتخلف. دلوقتي بيعلموا البودي لانجوج بره، بيعلموها وبيقول لك خلي بالك جسمك بيقول كلام مش هيطلع من بقك، ما تقدرش توصفه ابدا ببقك. فالجسم بيتكلم، بيتكلم واقف مقصوع ولا واقف عدل. فاهمين بقول ايه؟ الهديه بتتكلم، الهديه بتتكلم صح؟ عند الستات بالذات بتتكلم الهديه لغه، وغلاف الهدية مرات بيتكلم أكتر من الهدية صح؟ صح؟ لأن بيبان أنت وأنت معدي كده جبتها ولا رحت ولفتها صح؟ بيتكلم. أنت على آخر لحظة افتكرت يا لهوي دي عيد ميلادها النهاردة، دي هتشندل عيشتي، ورحت رايح ألفا ماركت وجايبها في الكيس كده وبتقول آه آه كل سنة وأنت طيبة إيه؟ وبالريسيت بتاعها ما نشيلش التيكت والريسيت لازم بيها. ولا ملفوفه لفه معينه وباين انك اشتريتها من هنا ورحت لفتها هنا صح كده، وباين الاهتمام في الهديه بتقول حاجات كتيره صح؟ صح. الخدمه بتتكلم، انك تخدم احتياجات الشخص دوت، انك صحيت بدري مثلا، انت متعود ان هي بتحضر لك فطار، انت صحيت بدري وامبارح هي كانت تعبانه قوي، فانت صحيت بدري عملت نفسك قهوه ورحت عامل لها ايه؟ شاي. مش عارف ايه مرتك بتشرب ايه؟ شاي اخضر ماشي، انا عندي بشرب قهوه ومراتي بتشرب شاي، فرحت عامل الفنجان الشاي وجبته معايا وحطيته لها على الكومودين جنب، صحيت لقيت فنجان الشاي بتاعها، انا عارف هي بتحبه ازاي. تفرق قوي. ان صحينا بالليل فقالت لي انا عطشانه،
فرحت انا اللي جايبها كوبايه الميه، مش هي اللي جابت لي كوبايه الميه. فانك انت بتخدم الشخص دوت، بتحس باحتياجاته وبتعملها له من غير ما يطلبها او بمجرد ان هو يطلبها، مش انا تعبان وسوري ولا مش معقول وليه كده وحرام عليكي. التواصل مليان طرق للتعبير، وكل حاجة بتعملها بتقول رسالة شئت أم لم تشأ. واضح؟ مش كده؟ احنا محتاجين نتعلم كل اللغات دي، ازاي نوصل بيها الحب، نوصل بيها اللي اتفقنا عليه، اوصل بيها التشجيع، اوصل بيها الاحتياج المطلوب بحسب هي رجل او امرأة. كلنا سمعنا عن كتب اتكتبت، عن كتاب اتكتب عن لغات الحب الخمسة، صح كده؟ وهنلاقي في اغلب الكتب ديت ان الحب بيتقال عليه له خمسة لغات، وكل واحد مننا بيفضل لغة او اتنين او تلاتة، والبعض تفصيل بيحبوا الخمسة على حسب يعني بيتكلم لغات كتيرة ولا ما بيتكلمش لغات كتيرة. كويس؟ تحبوا نقولهم الاول ولا تحب كل واحد فيكم يكتب لنا الاول؟ كم واحد عارفها؟ كعارف اللغات الخمسة ديت؟ كم واحد عارف؟ كم اول مرة يسمع عن لغات الحب الخمسة؟ كم واحد اول مرة يسمع عنها؟ طب كتير. طب هنقولهم وبعدين عايز كل واحد الواجب بتاعنا يقول لنا هو بيحب ايه منهم، ايه اللغة المفضلة عنده، او اللغتين او التلاتة، او هو بيتكلم سبع لغات فبيفضل الخمسة دول وعنده اتنين تلاتة كمان يضيفهم على اللغات ديت. اول لغة مشهورة للتعبير عن الحب هو لغة التدعيم، الافيرميشن، اني انا بدعم الشخص دوت، اللي هي لغة التشجيع والتقدير والمديح والكلام الحلو، كلام الحلو المليان بريز ومليان اعجاب ومليان تقدير، بحبك يا قمر يا جميل، انت سمارت، انت ذكي، انت جدع، انت شهم، انت اللي هو بيوصلي الحب من كلام التقدير والتشجيع والحب اللي صادر من الطرف الاخر، بسميها لغة التدعيم. اللغة التانية ان اديني وقت. الحب بالنسبة لي انك تديني وقت خاص، ما تبقاش دايما علاقتنا تليفون وفي السكة واحنا رايحين وبنتمشى رايحين مشوار قديرة بنتكلم مع بعض وبنحكي، وانت بتفطر قدام التلفزيون او انت بتتعشى قدام الفيلم او انت بتقرأ الجورنال فسمعني نص سمع كده. لا 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 لا، الحب بالنسبة لي ان نقعد لوحدنا ونتكلم ونحط عينينا في عينين بعض ونتكلم بعمق ونحكي للآخر، وما لا في جورنال ولا في تلفزيون ولا في حاجة تمنعنا اننا نتواصل الى اعمق ما يمكن. لغة الوقت الخاص اللي فيه الاستماع والإنصات والتركيز 100%. النوع الثالث لغة الهدايا. الحب بيوصلني من هدية، طبعا مش قوي حجمها، لكن زي ما قلت ان بان في الهدية التعبير، الاهتمام، الاهتمام بتاع الهدية ديت. أربعة لغة الخدمة، انك بتخدمني، انك بتشوف احتياجي بتعمله لي، كوباية الشاي اللي بتكلم عنها، المشوار اللي عملته لي، صلحت لي عربيتي، عملت لي رخصتي، انك بتوفر لي جهد، بتخدمني، بتشيلني. فاهمين بقول ايه؟ بتعمل لي حاجة انا محتاجها عشان تقول لي انا تحت امرك، انا بسدد احتياجك، انا واخد بالي من اللي انت نفسك يتعمل وما عندكش وقت او ما عندكش جهد انك تعمله. اللغة الخامسة هي لغة اللمس. لغة اللمس، لغة اللمس، التلامس الجسدي، الطبطبة، الحضن، امسك ايدين بعض، القبلة الدافئة، انك حد يلعب لي في شعري. عارفين القطط والكلاب بنلعب لها في شعرها يعني، البني ادمين بيحبوا قوي الحكايه ديت بس ما بيقدروش يقولوها احسن يفتكروهم. واضحين الخمسه دول؟ كتبتوهم؟ طيب كل واحد يطلع ورقه، احنا جايين نشتغل، احنا مش جايين نلعب. ها انت معاكش ورقه ليه؟ ايوه بتاخد منها ورقه، ماشي. طيب ايه اللغه المفضله عندك؟
واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او بتحب الخمسة انت طفل قصدي لا يعني انت بحبوح. ايه اكتر حاجة بتوصل الحب؟ ايه اكتر حاجة بتقولك انك بتحب؟ ممكن المايك هنا. انا اعتقد ان الحاجات دي يعني معظمها معظم البنات بتحبها فممكن نقول ان انا ارتبهم. ارتبيهم لكن مش هكتب واحده يعني. لا 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 لا, لا خدي حق من حقك الخمسه ده هيسهل عليه, كل ما زاد ده هيسهل عليه, بس اكتبي اللي فعلا حقيقي, ما تقوليش حاجه لو عملها تقول ما بتفرقش معايا يبقى ده خدعتيه, صح كده؟ فاكتبي اللي فعلا بتفرق معاكي وبالترتيب الاهميه بالنسبه لك. أقولهم تاني؟ أقولهم تاني. لغة التلامس, لغة الخدمة, لغة الهدايا, لغة الكواليتي تايم الوقت الخاص والإنصات والإصغاء, لغة التدعيم الكلام والتشجيع كلام الحب وكلام التقدير, أقولهم تاني؟ التلامس واحد, الخدمة اثنين, الهدايا ثلاثة, الوقت اربعة, الكلام خمسة. كتبته بالترتيب؟ ايه ترتيبهم؟ يا ريت. لا ممكن يبقى واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة او الخمسة, بس اكتبيهم بالترتيب. طيب ممكن تقول لنا كتبت ايه؟ اتفضل. اكتر حاجتين التشجيع اللي هو التقدير. ايوه. اللي بعديها ان احنا يكون في وقت نقعد فيه مع بعض بتركيز صافي من غير اي حاجه تكون بتشغلنا. طب نسمع بقى مراتك رايها ايه؟ هو اكتر حاجتين رتبتهم اول حاجه التدعيم كلام. قلت برضو اللي انت قلتش كلام, قلت كلام. ايوه. تاني حاجه لغه الخدمه. الايه؟ الخدمه. خدمه. بس ممكن اقول الترتيب بقى للخمسه يعني, بس الاثنين دول ده الترتيب. دول اكتر اثنين. طب رتبي لنا كده الثالثه ايه؟ الثالثه الوقت, والرابعه التلامس الجسدي, والخمسه الهديه. الخمسه الايه؟ الهديه. الهدايا. زوجه مثاليه قنوعة جدا يعني. طيب اسمع رايك انت ايه؟ اول حاجه التدعيم, الكلام. بعدين التلامس. تلامس. خدمه. خدمه. وقت. وقت. هدايا. والهدايا ده ايه البنات الحلوين دول عندنا يعني, ده مثال ازمه الاقتصاديه اللي عامله. طيب لا 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 لا, اسمع جوزك. هو انا كنت عاوز اقول ان انا كنت مشقلبهم, بس لو انت ابتديت بالهدايا. ابتديت بالهدايا الحقيقه. ان هي تجيب لك هديه. لا العكس, انا اجيب لها هديه. انا كنت فاهمها غلط. لا 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 لا, حبها ليكي يوصل لك ازاي؟ لا انا كنت, انا بقول ان انا كنت فاهمها اصلا غلط. طب مره يعني تسمع الترتيب دوت. انا رتبتهم بالمشقلب. سمعوا كتير بس بينساه. هي فاهمه الهدايا. يا بختك. انا بالنسبه لي اكتر حاجتين التدعيم والتلامس. والتلامس بالترتيب ده. نسمع. طيب هنا الناحيه دي ممكن. طب انا اكتر اربع حاجات بيفرقوا معايا جدا تشجيع, كلام, الاتصال البصري, الوقت, لغه الوقت الخاص, الخدمه. ما هو الاتصال البصري هو لغه الوقت. اوكي. الخدمه. والخدمه انه يخدمني, ان يعمل لي حاجات انا محتاجه لها. هتلاقوا انه احنا بنظن ان البنات يهمهم قوي الكلام والتلامس, مش هنلاقيه دايما كده صح؟ بنظن الولاد يهمهم قوي الكلام اللي فيه ريسبكت واحترام ومش الوقت, لانه ما عندهمش وقت, فاهم؟ لكن بنفاجئ ان في ولاد لا طالبين الوقت. المثل ده مهم قوي. رقم خمسة عندها الهدايا, هو دايما فاكر رقم واحد عندها ايه؟ الهدايا. لازم نتبادل الورق ده, لازم كل واحد مننا ياخد الورقة بتاع التاني ويحتفظ بيها. فاكرين ديكها شفناها ورجعناها, لكن دي كل واحد يدي ورقته للتاني, كل واحد يدي ورقته للتاني.
انت عارف انت تحب ايه، لكن انت لازم تبقى عارف عن التاني لغة الحب عنده. توصيل الحب اهو ده كوميونيكيشن، توصيل الحب عنده بيوصل بالطريقة دي، ما توصلهاش بطريقتك، توصلها بايه؟ بطريقتها، تكلمها بلغتها، تكلميه بلغته مش تكلمك بلغتك. طب انت لما تكلمها بلغتك طب ما فهمتش، ما وصلتهاش الرساله ديت. طيب يبقى نحاول حاجه اسمها قلنا طرق التواصل ولغات الحب الخمسه. لازم يبقى ذهني مفتوح ان اذا الدنيا واسعه قوي ولازم استخدم وسائل كتير قوي عشان اوصل عن طريقها الحب، الحق، التفاهم، المعلومه. فانا عايز استخدم اركب كل الهاي ويز دول، اركب كل الطرق دي عشان اوصل للاخر بكل الطرق بالذات اللي هو بيحبها مش اللي انا بس بحبها. طيب العنوان الثاني مستويات التواصل، مستوى الليفل اوف كوميونيكيشن. في خمس مستويات رئيسيه برضه عايزين نحتفظ بيها دي عندنا. المستوى الاولاني اللي هو مستوى البدائي خالص، صباح الخير، مساء الخير، صباح على خير، زيك، تمام، كل سنة وانت طيب، ألف مبروك. يعني ده بتقوله لأصحابك وزمايلك في الشغل، صح؟ المستوى التاني بنسميه المستوى الصحفي اللي مستوى النبأ. فاكرين أنا عايز الإيه؟ الموجز. الولاد النهاردة حصل إيه؟ مين عيب؟ مين راح المدرسة؟ مين سقط؟ مين نجح؟ الأكل عمل إيه النهاردة؟ شاط بتاع المصاريف كملت؟ المصاريف بتاع الجروسري ستور جاء خد الفلوس ولا لأ؟ الحلاق يعني كده. أنا عندي أنباء. المستوى الثالث لأ بنتكلم أفكارنا، بفكر في إيه؟ رأيي إيه؟ وجهة نظري إيه؟ بشارك إيه دلوقتي؟ مخي. يبقى في صباح الخير ومساء الخير، التحية، في النبأ، في الأفكار. مستوى الأعمق المشاعر، تخيلوا؟ أنت قلت يا سيس المشاعر ما تاخدناش والمشاعر ما تتحكمش فينا ولا والتعافي وضبط النفس، ده مصحوح، مظبوط، مشاعر ما تاخدنيش. لكن في المشاركة مشاعري أعمق من تفكيري، سهل أناقش تفكيري مع أي حد، صعب أعرض مشاعري لأي حد، مشاعري أعمق جوايا من تفكيري. مهم جدا أشارك مشاعري، أنا تعبانة، أنا متضايق، أنا محبط، أنا مبسوط قوي، أنا متشجع جدا، أنا حزين قوي. مشاركة المشاعر أعمق من مشاركة التفكير. رأيك إيه في الوزارة؟ رأيك إيه في الثورة؟ رأيك مين اللي هياخد الحكم؟ رأيك إيه في موضوع المدارس بتاعت الولاد؟ رأيك إيه في دي آراء أقدر أقولها لأي حد، صح؟ بس مشاعري مش بقولها لأي حد، دي خصوصية أكتر، ده مستوى أعمق من المشاركة. أعمق مستوى من المشاركة بشارك إيه؟ شارك نفسي. شارك أنا مين؟ شارك أنا مين؟ شارك أنا مين؟ شارك شخصيتي، شارك جراحي، شارك طفولتي، شارك عقدي، شارك صراعاتي، شارك فشلي، شارك أحلامي. أنا مين؟ أنا مين؟ ودي الشفافية، إني أوصل لكده، أوصل للآخر قدام شريك حياتي. ده الشخص إذا ما قلتلوش أنا مين تبقى العلاقة اللي بيننا وبين بعض علاقة سطحية، تبقى علاقة سطحية. يبقى إذن المستوى التواصل عايزين نجيب القعر، مش صباح الخير، مش الأنباء، مش بنفكر في إيه، مش حاسس بإيه،
عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الاخر. عايز اشارك نفسي. عايز اشارك نفسي. عايز اتعرق قدامك. عايزك تشوفني لاعمق جزء جوايا. وده اللي اتفقنا عليه من قوانين الايه؟ الزواج. الشفافية. وانا مش عايز اتعرق قدام كل الناس. انا ده الشخص اللي اقدر اتعرق قدامه. وكان كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. ده الشخص اللي مش هتكسف منه اني اجيب اخري قدامه. وده اللي بيخلي وحدتنا مع بعض وحدة حقيقية. مستوى التواصل. اوعى تقف عند واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. اوعى. يبقى انت مش بتوصل للاخر باعماقك ولا بتوصل للاخر الى اعماقه. مستويات التواصل. في لغة التواصل قلنا في الفيربال وفي الايه النون فيربال. في التواصل اللفظي والتواصل الايه الغير اللفظي. اكتر حاجه بنستخدمها طول النهار عشان نتواصل هي الايه؟ هي اللسان. خلي بالك بقى منه قوي 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 قوي. ده فاسمحوا لنا نقف شويه نتكلم عن هذا العضو الصغير اللي بيتكلم عنه يعقوب، اللي عامل زي دفه الايه السفينه بتاع صغيره كده في اخره السفينه العملاقه اللي يمكن في يبقى فيها 1500 راكب ومش عارف كام كابينه وتبقى كام دور، وفي الاخر بتاع صغيره كده في الاخر هي اللي بتوجه السفينه. وبيقول اللسان عضو صغير قد كده لكن بيتحكم في حياتي كلها. اذا انا ما اتحكمتش فيه هيضيعني، لان هو لغه التواصل اللي غصب عني بستخدمها اكتر من ايه؟ من اي حاجه تانية. يعني في اللقاء بتاعنا دوت في لغه عيون صح، في بودي لانجوج مظبوط، في ابتسامات، في زغد صح، يعني في لغات حصلت بيننا وبينها، لكن اكتر حاجه استخدمناها هي ايه؟ اللسان. فعايزين نقف عنده كده ونتكلم عنه شوية عشان نعرف نجيد استخدام هذا العضو الخطير جدا اللي عندنا. ولأن الموضوع ده بتاع اللسان موضوع كبير، أفتكر نقدر نبتدي بيه الحلقة اللي جاية. عندنا مقدمة تشويق كافية تسمح لنا أننا ننتظر الموضوع ده وبيقول عنه الكتاب إيه وأهميته إيه وإزاي نستخدمه. فنلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة ربنا. عزيزي المشاهد إلى أن نلتقي، ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. مجد المسيح.